صباح الخير، وياكم بدر الوزير، مصور من البحرين. اللي يعرفني يعرفني، واللي ما يعرفني تقدرون تشوفون الشانل مالي او تشيكون انستغرام مالي بدر اندرسكور فوتو عشان تشوفون شغلي وش اسوي في الدنيا، واحط ابديتس كل يوم منك اسرع من يوتيوب طبعا. المهم اليوم ابي اتكلم لكم عن موضوع سريع جدا ان شاء الله ما اطول عليكم، اللي هو موضوع تفصل ولا for the greater good ان تواصل التصوير. وش قصدي في الموضوع؟ قصدي ان ساعات في بعض الاحيان في كلاينت، ممكن كلاينت، ممكن احد في التصوير، ممكن احد انفولد، يعني ان يستخدم اسلوب استفزاز او يعصبك او يسوي شيء غبي يعني، او يبقى يتحكم او whatever. يعني في ساعات يطلع عليك احد في التصوير او في الشغل يطلع عليك انسان مزعج. زين، فانت شلون تتصرف هني؟ شوفوا، كل واحد عنده الايجو ماله وعنده كبرياء كلش قوي، انه يعني يبقى يفصل ويبقى يعصب ويبقى يراوي انه هو يطلع فيها وفتوه وكذي. لكن نصيحتي اليكم، اذا انتونا شغلكم بروفيشنال وانتونا في السوق عشان تطلعون فلوس، لا تخلون هذا الكبرياء انه يطلع او يغلبكم وقت اللي يسوون الشغل. ليش هالموضوع؟ لان مهما يكون اول شيء احنا في البحرين، نتكلم اول شيء في البحرين، البحرين واجد صغيره، واي احد انت بتفصل عليه، سواء ان انت عندك حق ولا ما عندك حق، في النهايه هو بالنسبه لي ان هذا المصور غلطان وهاي قليل ادب، ولو ويش هو مسوي في النهايه بيشوه سمعتك قدام الاولي والتالي. فللاسف انا ادري ان هذا الشيء اي كثر صعب وصادني اكثر من مره، لكن للاسف لازم تحافظ على اعصابك، لازم، مو على كيفك، تعتبر روحك انك موظف في شركة كلش كبيرة، وانت كاستمر سيرفيس، يعطونهم قوانين معينة ويعطونهم اشياء ان انت مو كيفك. لو ويش يسوي الكاستمر، اقصى شيء ممكن تسويه للكاستمر او الكلاينت، اذا يعني بس خلاص مسخها، ان تتصل في السكيورتي او تتصل في الشرطة اذا ما في سكيورتي، ان يجون يتصرفون اياه. لكن انت شخصيا ما يصير، لا تغلط ولا تطول لسانك ولا السب ولا طبعا تضرب يعني. فوش تسوي؟ لازم تحافظ كل على اعصابك كامل، وتقد ما تقدر ان انت تمشي الموضوع لين ما يخلص شغلك او لين ما يخلص التصوير اذا انت كنت مصور. اذا خلص كل شيء تالي تبدي المحاسبة، ما تحاسب وقت التصوير. يعني خلوني اعطيكم سيناريو، يعني سيناريو معين، ان انت بتصور لي قول فاشن ديزاينر، وجايبين الفاشن ديزاينر طبعا موجود، جايبين موديلز من برا، جايبين فاشن ستايلست، جايبين ميك اب ارتست، تيم عودي يعني فيه كل شيء، وجايبين اكل وحاجزين مكان وكل شيء. قول لا سمح الله صار خلاف بينك وبين الفاشن ستايلست، ولا بينك وبين الميك اب، ولا بينك اي واحد من الفريق، واحد طول لسانه او غلط عليك، صار اي شيء، صارت اي مشكله، وان صارت عصبيه في الموضوع، انت كمصور لازم تهدئ الموضوع. او اذا ما كنت مصور، كنت في شغله ثانيه وكنت انت في بوزيشن الليدر في الموضوع، انت لازم تهدئ الموضوع. ما لي شغل غلط عليك، سباك، سب احد، صار اي شيء، انت لازم تهدئ الموضوع. لان شنو؟ for the greater good. ان انت وش لازم تسوي؟ انت عندك هاي الشغله لازم تكمل، هاي البوينت مالك، انت مو هني عشان تتهاوش، مو هني عشان تثبت وجود، مو هني عشان، لا، it's a team، لازم يكمل شغله معينه. اذا ما كملت هذه الشغله معينه انت فشلت، لو شنو السبب انت فشلت، انت لازم تكملها ولازم تسلم في النهايه. ف الله يخليكم، خلوا الإيجو، خلوا الكبرياء، خلوا والله غلط علي لازم أرده، ما أدري سوى، لازم أصم كاف، ما أدري شنو. في الشغل البروفيشنال هذا الموضوع مو موجود. لكن أنا بقول لكم شو تسوون،
عقب ما يخلص كل شيء وتم التسليم، حتى ساعات يمكن ما تم التسليم بس خلصتون الشغلة كامل، هذا الوقت اللي محجوز، وقت الناس اللي محجوز، الناس المحترمين اللي جايين على الوقت وجايين على كل شيء، كلمين أنجز تالي تبدي المحاسبة. يعني مثلا لو افترضنا إنه مو الكلاينت هو اللي مسبب شيء، واحد من التيم، انت قدام الكلاينت بس تهدي وما أدري ويش وتفاهم وكذي، بعدين يطلع الشغل عاد كيفك وياه، ما تبي تدفع عليه فلوسه او تخصم من فلوسه، ولا ما تشتغل اياه مرة ثانية، ولا خلاص تحط عليه اكس، تحطه في البلاك ليست بعدين عقب ما يخلص كل شيء. لكن في نفس الوقت ما في انتقام مباشر، ما في سب، ما في ضرب، خليك بروفيشنال 100%. وبس، سلام عليكم.